السلام عليكم. القصة ديال اليوم غادي تكون شوية ما غاديش نقول بأنه جديدة نوعا ما، وإنما غادي نحاول أنه من خلالها غادي نبدأ واحد السلسلة ديال الدروس اللي يمكن فيها واحد النوع من القصص أو بعض الأحداث اللي وقعت واللي كتأرخ شوية النجارة في كثير من المناطق. القصة ديال اليوم غادي نبدأ بواحد القصة اللي شوية غريبة نوعا ما. القصة كانت كترجع الولايات المتحدة الأمريكية، على المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية. القصة كتنبني على أنه في أحد الأيام، بيان سور، كانوا شي راهبات بطبيعة الحال كانوا كيحاولوا على أنهم يبنيوا واحد الكنيسة. بغض النظر، أنا بالنسبة لي القصة ما كناخدش فيها لا الجانب الديني ولا الجانب العقائدي ولا حتى تكون صحيحة ولا غلطة، ماشي هذا هو المهم. غادي نوصلوا لبيت القصيد. كان عندهم مشكلة في القصة هذه، أنه هاد الراهبات بطبيعة الحال اللي بغاو على أنه يبنيو هاد الكنيسة، بنوها، ماشي ما بنوهاش، بنوها. ولكن المشكلة اللي كانت وقعت لهم هو أنهم وقفوا هنايا، وقفوا على أنه السلم ما تبناش. داكوغ، السلم ما تبناش. كي كتلاحظوا هنايا، ها هما هنايا بناو الكنيسة، بناوها كلها، بناو الجهة العلوية فيها، ولكن المشكلة السلم ما تبناش. ناضوا هاد الراهبات، استدعاو مجموعة من النجارين ومن التقنيين، كلهم أشاروا بأنه هاد الدرج إلا بغى أنه يتبنى غادي ياخذ هاد المساحة كلها، بمعنى أنه غادي ياخذ واحد المساحة من المكان اللي كيجلسوا فيه الناس اللي هما رواد ديال هاد الكنيسة. فكان هناك رفض من هاد الراهبات لسبب بسيط، لأن المساحة ديال الكنيسة كانت مساحة اللي هي مساحة ضيقة. فإنهم طلبوا جميعا من هاد النجار أنهم يبنيو ليهم واحد السلم خشبي باش أنهم يقدروا يصعدوا لهاد العلية، لهاد المكان اللي هو الفوق ولا السدة، بدون أنهم ما ياخدوش هاد المساحة، ما ياكلوش هاد المساحة من هنا. فبغاو أنهم يكون شي سلم اللي هو لولبي وما ياخدش من المساحة. فبطبيعة الحال كل شيء هاد النجاره قالوا انه ما يمكنش، يعني في هذا الاتجاه راه غادي نضطروا على انه ناخذ واحد الجزء من المساحه ديال الكنيسه. فبالتالي كانوا غير مقنعين لهاد الراهبات. الراهبات ما كانوش بغاو على انها تخدع مساحه، ما بغاوش ينقصوا من المساحه ديال الكنيسه اللي مساله عقائديه الى غير ذلك. فات ايام هما كيقلبوا على شكون هذا الشخص اللي غادي يقدر انه يكون ياخذ هاد التحدي. كيف ما شفنا في البدايه، كان هناك واحد الشخص، واحد النهار جا ركب الحمار ديالو، جا على حمار ما جاش حصان. هاد الراهبات كانوا كيحاولوا لانهم يدعيو ويديروا طقوس تعبديه باش لانه يجي شي شخص يلقى لهم حل. فاحد الايام جا واحد الشخص راكب الحمار ديالو، ما عرفوش منين جا، ما عرفوش الهويه ديالو، جا واقترح عليهم على انه يصوب لهم هاد السلم في المكان اللي بغاو وبالطريقه اللي بغاو. هكا ما طبقش معاهم مجموعه ديال التفاصيل، بدا العمل ديالو، يعني بدا السيد النجار العمل ديالو اللي استغربوا ليه على انه فقط جاب ادوات قليله، صندوق قليل في ادوات قلال جدا، ادوات اللي هي ما يمكنش تكون عند النجار وهو محترف، كيف كان شاهدوا ادوات بسيطه. فمنها ادوات ديال القياس، كذلك ادوات اللي هي بدائيه بالنسبه لواحد النجار اللي يقدر انه يكون محترف. الهدف كان هو انه خاصو يصنع واحد السلم واحد الدرج اللي ما ياخذش مساحه كبيره من هذا الجزء هذا، ما ياخذش واحد المساحه كبيره. فبدا العمل ديالو، يعني بدا بدون تردد العمل ديالو. دكو، في النهايه انتهى من العمل، انتهى اخيرا من هذا العمل بعد معارضات وبعد مشاكل اللي لقى في هذا الانجاز. دكو، في الاخير انتهى من هذا العمل، انتهى منه. دكو، العمل ها هو كيف كنشوفوا انتهى منه، دار واحد الدرج اللي هو نوعا ما دائري بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه اللي هي طريقه دائريه، بحيث لانه درج يمكن اللي لاحظتوا بانه الوسط كان هناك فراغ، وهذا هو اللي اثار انتباه ديال كثير من الحرفيين فيما بعد. الدرج هو هذا، بانه
ما دارش واحد العمود اللي هو يرتكز عليه، داكو، ما دارش واحد العمود اللي جا في الوسط يتركز عليه، داكو. طبيعة الحال هذه كانت هي الملحوظة اللي لاحظوا، بأنه ما كانش هناك عمود يرتكز عليه في الوسط ديال هذا داكو. من بعد القصة كتقول بأن السيد ملي سالا الخدمة ديالو اختفى، جا واحد الصباح لقاو اختفى، ما طلب لا أجر ديالو، ما طلب تعويض، ما حتى الخشب اللي خدم به ولا كذا، ما طلب والو، حتى صبحوا ما لقاوش، وزاد زاد في حالته، على الحمار ديالو كيف جا كذلك زاد في صمت. هما يقلبوا سولوا الناس فين مشى، داروا اعلانات، ما عرفوش السيد فين زاد، يعني اختفى بدون اجر ولا بدون مقابل. الرواية لحد الآن تتكلم على أنه هذا الإنجاز بقى إنجاز اللي هو معجز، يعني بالنسبة لهم لاحظوا بأنه الشكل المخروطي ديال هذا الدرج يعني غريب وغريب جدا، يعني لاحظوا أن الشكل هو مخروطي غريب، الوسط ما كانش واحد الأكس، ما كانش هنا واحد الأكس اللي يقدر يشد لنا هذا الدرج، هذا ما كانش أكس اللي يشدوه هنا. فالمشكل اللي وقع بأنه هذا الدرج كيفاش كدير، واللي زاد الحيرة بشكل كبير جدا على انه لقاو بانه هذا الدرج ما فيهش حس العقل، ما كاينش اللصاق ولا الغراء، وما كاينش، لا يوجد هناك مسامير. فهذا مساله حيرت الكثير من الناس اللي هما جاو تقنيين، جاو انهم يشوفوا هذا الدرج والشكل، الشكل ديالو، لاحظوا انه الشكل كيف الدرج الحقيقي اللي في الكنيسه بيان سور، ماشي الفيلم، وانما الدرج الحقيقي لاحظتوا الشكل اللولبي اللي هو 360 درجه، بواحد اللولبيه اللي هي صعيبة، وعطى لهاد الناس، عطاهم داكشي اللي بغاو بيان سور في النهاية، داكو، خلى المساحة ديال الأماكن ديال التعبد، ما خداوش منه بزاف، وبيان سور الدرج خدا الشكل اللي هو شكل الأولاد، ماشي كان في ذاك الوقت هذا جديد، وإنما اللي هما جاهم غريب، لأنه ما فيش حس اللصاق، ما فيش حس مسمار، دا غير بالدوسور بطبيعة الحال، وكذلك الإعجاز الكبير جدا هو أنه السيد صاب داكشي واختفى. كثير من المواقع اللي كان طالع عليهم وصلوا لواحد النتيجة بأنه هذا السيد هذا كيبقى لغز، من خلال البحث البسيط لاحظت بأنه هاد المسيحيين ولا هاد الناس كيتأملوا ما كيتسمى بيوسف النجار. أنا ما غاديش ندخل وأعيد وأكرر، انا ما غاديش ندخل في العقائد ديالهم ولا ما كيهمناش، حنا اللي كيهمني بشكل كبير هو هذا الانجاز، هذا القصه تكون صحيحه ما تكون صحيحه، ميثولوجي، حنا كنعرفوا بان بعض الاحيان يتم اختلاق بعض القصص من اجل انه سوف شويه، وانما فقط انه الانسان يثير الفضول ديال بعض الزوار باش يجيو، كنعرفوا بانه ولا بدك تخلق قصه ولا حاجه. كي قلت لك بغض النظر قصه صحيحه ماشي صحيحه، المسيحيين كيامنوا بانهم هناك قديس ديال النجارين او يوسف النجار اللي هو ما عرفوش عنده قرابه مع مريم عذراء الى اخره، دي ما كيهموناش، لان كي ما احنا ما كيهمناش هذه التفاصيل هذه، اللي كيهمنا هو الشكل اللي كنشوفه قدامنا، هذا الشكل اللولبي، كيفاش هذا النجار هذا صوب هذا. الابحاث عطاتنا انه كنشوفوا احنا الكنيسه ها هي، الابحاث اش عطاتنا بيان سور في نيو مكسيكو، بيان سور هادو هما الرايبات اللي كانوا طبيعة الحال، المكان ديال الراهبات. الأبحاث عطاتنا بأنه ملي خداو هاد الخشب لقاو بأنه ماشي خشب، هو دابا الشكل الحقيقي، لقاو بأنه هاد الخشب اللي تستعمل هنا ماشي خشب اللي هو دارج، فالتحليل بتا ديال الخشب لقاو بأنه كاين فيه واحد النوع التحكي. كنقول لك أنا ما كنشكش مطلقا، ولكن علميا وبس علميا صعيب أنك تجاوزها، أنا باش غير يجيو يشوفوا ما كاينش فيه مسمار، ما كانش فيه كولا، ودار غير بالدوسور وتصاوب كذا، وشوفوا الشكل اللولابي عنده كيفاش داير، شوفوا هنا من جهة أخرى، شوفوا الشكل اللولابي كيفاش، من بعد ما داروا ليه لي كوتي، ما كانش داك لاكس الوسطاني باش يشدوا، صعيبة لأنك تدير هذا الشكل اللولابي بالشكل الدائري. فكيف يقولوا على الرغم من سلامة وجوده فإنه يمكن مساعدة في تحقيق هذا النوع من اللصاق الجماعي، يعني كيقولوا بأنه راه ممكن، ولكن بالنسبة للخشب المستعمل اللي ما عرفوش شنو هو النوع ديالو. كي قلت لك بالنسبه للتشويق السينمائي احنا ما غاديش نقدروا نخوضوا فيه بشكل كبير جدا، احنا اللي بغينا نوصلوا على انه هذا الشكل كيفاش يمكن ليه يكون تصاوب. انا غادي في اخر حاجه اللي غنوصل بها بلا كونكلوزيون في النهايه، من بعد ما نطلقوا على كاع الوثائق اللي عندنا باش نشوفوا الجوانب
اللي كاينه هذا مصلى ضرورتي، درج كيسميو الدرج المعجزه، الدراري اللي كاين ده فيلم تلفزيوني بيان سور، هو مهندس معماري شهير هو اللي صوب هذا البناء الكنيسه، ولكن بالنسبه كيبقى السلم لاحظتوا هذه المنطقه اللي ما بغاوش في الاولى انها تستعمل، يعني يكون داروا سلم بحال هكا غيضطروا على الصف كله، ما غيتمش الاستعمال ديالو فيه هنا، للدرجه الدرج اللي هو درج حاله زوني غريب ما عندوش اكس الوسط. ف لوريتو شابيل بيان سور هي المميزه ديالو، كيجي من ناس واحد الغرض هو انه يجيو الناس يشوفوا هذا الشكل وهذا الشكل الحاله زوني بيان سور. كيفاش تتصور داكو. هنا كان بعض الباحث واحد الباحثين درت بحث وصلت بانه راه واحد نجار فرنسي سميتو روكارت روشارد هو اللي جاب هذا الشكل الهندسي ودارو بيان سور وصوبو، ماشي فقط هذا الميثولوجي اللي عطاو هاد الاخوات، وتبتت على انه لقات بانه هاد الاخوات دفعوا الثمن ديال الخشب لهاد الروشكار في الدور، وهاد الخشب جابوا معاه من فرنسا، وهاد الناس راه هما فقط اختلقوا هاد القصة هادي أو هذا بيان سور سيتي ميثولوجي منقدروش نديرو فيها بيان سور، هي نوع من المبالغة أنا أعتقد، هو نوع واخا مغاديش ندخلو، لكن هو نوع من المبالغة نوعا ما، مغاديش نحتارمو حنا هاد الناس، ولكن نوع من المبالغة في هادشي. ليسونسيال أنك تصوب هاد السلم ماشي شي حاجة اللي هي إعجاز، ولكن في هداك الوقت تقدر تكون إعجاز بطبيعة الحال، هذا الشيء من الأشياء اللي ما عندهاش تفسير، بعض الخطرات القصة كتكون ناقصة، إحنا ما كيهمناش من القصة كلها هو هذا الشكل هذا، واللي شكل جميل جدا، وكيفاش على أنه الفكرة جات بأنه الإنسان يقدر أنه يختصر في المكان ديال العمل. بطبيعة الحال هذه كان القصص اللي غنحاولوا أنه مرة نجيبوا بعض القصص، هذا كنشكركم على الانتباه ديالكم، وإلى حصة مقبلة بحول الله.